وللمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. بعد التحية، يعني هناك تطورات جديدة بموافقة إسرائيل على خوض جولة مفاوضات للهدنة. مصر بتعتبر الموقف الإسرائيلي غير مؤهل للتوصل لاتفاق. كيف ترى هذا التطور ورجوع سلطات الاحتلال عن موقفها السابق؟ هل هو بسبب الضغوط الدولية أم بسبب الخسائر التي تتكبدها؟ بعد التحية أختي الكريمة لك ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. يعني نتابع منذ أمس حديث ما يدور في طبعا في فلك السياسة الإسرائيلية، في حديث على أنه سيتم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة لإكمال طبعا مشاورات الهدنة بعد أن أفشل الاحتلال الوصول إلى اتفاق خلال الأيام الماضية. وواضح من ما يتم تسريبه أن هناك طبعا خطة جديدة طرحها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومن ضمنها سيكلف الوفد بصلاحيات الموافقة على ذلك. قيل أيضا أن هناك بعض البنود التي كانت مصدر خلاف تم الحديث على حلها وطرح رؤية لحلولها. سننتظر بصراحة هل بالفعل هذا من باب المراوغة السياسية لنتنياهو شخصيا، أم أن بالفعل هناك مقدرة لتحدث ذلك. نحن ندرك أن من يفسد كل الجهد هو نتنياهو شخصيا، وتحدثت بصراحة رئيسة حزب العمل ميراب ميخائيلي بشكل واضح، قالت أن نتنياهو لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي لأن نهايته هو نهايته سياسيا، وبالتالي هو يأخذ دولة الاحتلال كما قالت هي دولتنا، قالت يأخذها إلى الهاوية للحفاظ على مصالح الشخصية، وهذه تشخيص حقيقي لذلك. لذلك الآن ستبذل الجهد في هذا الأمر. مصر لم يعني تتوانى لحظة في هذا الأمر، وهي بذلت جهد لحقن دماء الشعب الفلسطيني، والآن تبذل جهد متواصل، ورغم طبعا أن الإحباط جاء من دولة الاحتلال، إلا أن مصر بالتأكيد لن تتخلى عن واجبها الوطن اتجاه الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنها ستقبل مرة أخرى الحديث في ملف طبعا الهدنة عسى أن نجد حل لهذه الحرب المستعرضة لشعبنا الفلسطيني. نعم، يعني أيضا العدل الدولية ستصدر حكمها غدا في إجراءات متعلقة بالهجوم الإسرائيلي. باعتقادك ما هو المتوقع، وهل يمكن للقيادة الفلسطينية استثمار الحكم المرتقب؟ يعني حسب التقديرات والتسريبات أن محكمة العدل الدولية غدا ستصدر طبعا بند التدابير العاجل بوقف الحرب فورا على غزة، وبالتحديد الهجوم على رفح. إن صدر ذلك فهل سيلتزم الاحتلال أم لا؟ أنا أعتقد الاحتلال لن يلتزم للأسف الشديد، لأن التقديرات داخل دولة الاحتلال تقول أن عملية رفح لا زالت متمددة وتستمر بهدوء، وهناك طبعا إخلاء للكتلة السكانية. اليوم نتحدث عن قرابة مليون غادروا رفح باتجاه مواصي خان يونس، وطبعا حتى طبعا بحر دير البلح، وبالتالي ازاحت الكتلة السكانية بشكل كبير جدا من هذا المكان. رغم من ذلك، إذا صدر قرار محكمة العدل الدولية في هذا السياق، أنا أعتقد سيكون محرجا للاحتلال ومحرجا لمن يدافع عن الاحتلال ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ننتظر القرار على حر من الجمر، ولنرى بالفعل أن العدل ينتصر للحق الفلسطيني أم سيكون مخادعا. وكنا بنتابع خلال الأيام الماضية المحكمة الجنائية الدولية، والحديث أنها قد تصدر قرارات طبعا او دعوات او مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وزير حرب وجالنت، اضافه الى قيادات من المقاومه. ولكن نحن يهمنا في هذا الامر واصدار مذكرات ادانه لنتنياهو ووزير حربه، وهذا بصراحه سيبنى عليه ملفات كثيره في المستقبل. رغم يعني نحن ندرك ان الاحتلال هو خارج عن القانون الدولي وقد لا يلتزم به، ولكن ايضا نعتبر ان هذه طبعا قنوات تساعدنا في الحلول في المستقبل. دكتور أيمن الرقبة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.